بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحاجتي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب يا مظلوم كربلاء. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا، فألحانا مسجورة القلب، إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع، حقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا. إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. قم يا علي فما هذا القعود، فما عهدي تغمض على الأقدام أجفانا. انهم لعلك من أجر أضر بنا، تفكنا وتولى دف قتلانا. آه يا علي يا ياب، ما تدري سدع لي وجرى بالمجالس، وانقفوني وقبل كنت مخدرة. سلبونا وركبونا يا علي فوق الهزيل، يسر للكوف اخذونا وربقونا بالحبل، وعلى ابن زياد دخلونا ودمعنا بخدنا يهيل، وظل يتحكم علينا وسن اخونا كسرا. سافروا بينا من الكوفة وودونا اليزيد، سيرونا مثل سبي الروم لو سبي العبيد، والذي نحل عظامي شوفتي راس الشهيد. ناس بين قبال عيني ويهل دمعي من انظرا، فوق خط معلقين ويا
ينظر السكنة ورباب. يا علو كل ما نطب بلدة نقول احنا العذاب. ريت ندق انضت ايامي ولا ابتليت بهالمصاب، ولا وقفت بدار غربة بحال يتامى محيرة. وطبت الشام المشومة تشيب الراس الرضيع، ضايعة وضايج علي يا على الرحب الوسيع. فارقت روحه وعسى ولا شوف هالحال الشنيع، لنظر لها ذبح خي اعلام كلها من الشرى. اه يا هموم اللي جريت مجلس يزيد، اه يا هموم اللي لقيت من يزيد ومجلسه. حبل جت تفني وسبح لي وراسي نكسه، وانا حرمة ومبتلية بهاليتامى والنساء. والعليل اللي شعب قلبي بونينا محيرة، ومصيبته وسيدته. وافلح من صلى على محمد وآل محمد. الأمر كله لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مولانا الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه في حق عمته زينب: أنت يا عمت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. صدق مولانا وإمامنا ومقتدانا الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الحديث في مثل هذا اليوم انطلاقا من الحديث الشريف الوارد عن الإمام السجاد عليه السلام في حق عمته زينب يكون في نقطتين. النقطة الأولى في بيان المراد من العلم في هذا الحديث الشريف، والنقطة الثانية في بيان لوازم ثبوت هذا النوع من العلم. نجي إلى النقطة الأولى ونقدم لها مقدمة حتى تتضح لنا أو يتضح لنا مراد الإمام عليه السلام عندما عبر بأن عمته زينب عالمة، فما هو المراد من العلم؟ هنا نقدم مقدمة. العلماء قسموا العلم إلى قسمين، قالوا عندنا علم اكتسابي
تحصيلي وعندنا علم إفاضي إشراقي لدني. ما الفرق بين القسمين؟ القسم الأول العلم الكسبي أو العلم التحصيلي هو العلم الذي تتحصل عليه النفس بالإحساس أو التجربة أو البرهان، وبعبارة أخرى هو الذي يحصل للإنسان بتعليم معلم. مثلا هذا الطالب بالمدرسة عندما يتعلم مادة الرياضيات أو مادة الفيزياء أو ما شابه ذلك، عندما تحصل له المعلومات عن هذه المسائل يقال هو عالم، الآن علم بالمسألة. هذا العلم الموجود عند هذا الطالب يقال له علم كسبي، علم تحصيلي، حصله من الأستاذ، اكتسبه من الأستاذ بتعليم المعلم بتدريس المدرس. هذا ما يسمى بالعلم الكسبي، بالعلم التحصيلي. القسم الثاني من العلم لا، هو العلم الذي لا يكون بتعليم معلم، وإنما هو العلم الذي يمنحه الله لبعض عباده. هذا يسمى بالعلم الإفاضي، الله يفيضه، العلم اللدني، من لدن الله. هو العلم الذي يمنحه الله لبعض عباده إما عن طريق مباشر أو عن طريق واسطة، لهم الملائكة، هذا يقال له العلم الإفاضي. إذن فرق بين العلم الكسبي الذي هو الآن أغلب البشر يتعلمون عندما تكون لديهم علوم، هي علوم كسبية أخذوها من باب التعلم، بينما القسم الآخر من العلم هو العلم الإفاضي الذي يفيضه الله ويمنحه الله لبعض عباده وليس لكل العباد. إذن عندنا علم كسبي أو اكتسابي وتحصيلي، وعندنا علم إفاضي إشراقي لدني. وهذا النوع الثاني من العلم اللدني قد أشار القرآن إليه عندما قال تعالى في محكم كتابه الكريم: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. من لدنا، هذه إشارة إلى العلم اللدني، إن العلم الموجود عند هذا العبد الصالح من من؟ إن الله سبحانه وتعالى أفاضه الله عليه على صفحات قلبه وعلى صفحات روحه. إذن عندنا علم اكتسابي وعندنا علم إفاضي إشراقي لدني. بعد تمام هذه المقدمة خنجي إلى كلام الإمام زين العابدين. المولى الإمام يقول، يخاطب عمته زينب، يقول: أنت يا عمة بحمد الله عالمة غير معلمة. السؤال هنا، زينب عالمة، علم زينب من أي قسم من القسمين الذين ذكرتهما؟ هل العلم الكسبي علمها، أم أنه علمها علم لدني؟ من أي قسم؟ الجواب أن علم زينب هو من القسم الثاني، ليس هو العلم الكسبي أو العلم التحصيلي، لا، وإنما علم زينب هو علم إفاضي إشراقي لدني، منحه الله سبحانه وأفاضه على قلب زينب وعلى روح زينب وليس من القسم الأول، وهذا عليه شواهد واقعة. وأنا أذكر لك واقعا ثلاثة شواهد في كون أن العلم الموجود عند زينب هو علم لدني، هو علم إفاضي.
شاهد الأول عندما كانت زينب، هكذا الرواية تروى، طفلة صغيرة في حجر أبيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين كان يلاعبها يلاطفها، هي طفلة صغيرة ربما لم تتجاوز سنتين، هي طفلة عموما على أي حال، يلاطفها المولى أمير المؤمنين يقول لها: بنيا قولي واحد. فقالت واحد. بنيا قولي اثنان. سكتت زينب، قال لها: قولي يا قرة عيني. فقالت له: أبا لا أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد، ما أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد. شوف هاي طفلة صغيرة تتكلم عن مسألة عقدية فلسفية دقيقة عن التوحيد الإلهي. وما تقدر تقول اثنين، تقدر، ولكن هي تشير إلى ماذا؟ إلى هذه المسألة الدقيقة وهو التوحيد، وهي تشير إلى أن الواحد، هي حديثها عن ليس الواحد العددي وإنما التوحيد الإلهي. وهذا شاهد يدل على أن علم زينب هو علم ماذا؟ إفاضي، علم لدني ليس علما كسبيا. وإلا مرحلة الطفولة في هذا السن في هذه المرحلة يعلم الطفل على بعض الكلمات وكذا وكذا. زينب نطقت بهذا الكلام الكبير. إذن هذا ألا يدل على أن علم زينب هو علم إفاضي؟ علم لدن. هذا شاهد. ربما شاهد آخر يتصور في المقام أن زينب عليها السلام كانت تدرس تفسير القرآن أيام حياة أبيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالكوفة، هناك كانت تدرس تفسير القرآن في بيتها للنساء. رواية هكذا أنه وصلت إلى تفسير هذه الآية: كاف ها يا عين صاد. بدأت بتفسيرها، فبلغ ذلك أمير المؤمنين، أقبل الإمام قال: بني علمت أنك تفسر القرآن وأنت في آية كاف ها يا عين صاد. قالت: بلى أبتي فدتك ابنتك. نعم أنا أقوم بالتفسير. إذا هي رواية عندما تتحدث عن زينب بأنها تقوم بتفسير القرآن، وتفسير القرآن، هل أي إنسان يستطيع أن يقوم بفك هذه العبارات وهذه الدقائق الموجودة في القرآن الكريم؟ لا. إذن هذا شاهد آخر يدل على أن العلم الموجود عند زينب هو علم ماذا؟ إفاضي لدني. شاهد آخر الذي يدل على هذا الأمر أن زينب بعد شهادة أخيها الحسين عليه السلام في أرض كربلاء، كما ينسب لأحد العلماء الكبار، أن زينب تحملت أعباء الإمامة بعد رحيل الحسين وفي فترة مرض الإمام زين العابدين. أنت متصور هذا المعنى؟ أنت متصور هذا المعنى؟ تتحمل أعباء الإمامة، يعني شنو واحد يتحمل أعباء الإمامة؟ يعني يتصدى كما يتصدى المعصوم للناس والإجابة على أسئلتهم في الحلال وفي الحرام وفي كل الأمور، هيا أعباء الإمامة وجزء من أعباء الإمامة. خزينب في فترة مرض الإمام زين العابدين وبعد شهادة الحسين هي تحملت أعباء الإمامة. هذا ماذا يعني؟ تصدت للناس في الإجابة على أسئلتها في الحلال رغم المصائب ورغم قتل الحسين، وهي تباري وتدافع عن الإمام المتمثل في حق الإمام زين العابدين عليه السلام. تحملت أعباء الإمام زينب. ومن يتحمل أعباء الإمامة بهذا المقدار بعد يكون علمه من أي قسمين؟ وتركن النفس إلى أنه من القسم الثاني وليس الأول، أن علمها هو علم لدني إفاضي إشراقي. إذن هذا هو تمام الكلام، أن المراد في النقطة الأولى من كلام الإمام السجاد عليه السلام
في حق عمته زينب أنها عالمة غير معلمة، أن المراد بالعلم الموجود عند زينب هو العلم اللدني الإفاضي الإشراقي الذي يمنحه الله لبعض عباده لا إلى كل عباده. الآن نجي إلى النقطة الثانية. بعد أن أثبتنا صفة العلم اللدني في حق الحوراء زينب، فهي عالمة بنص الإمام السجاد، وعلمها من قبيل القسم الثاني العلم اللدني. ثبوت هذه الصفة كما يقول بعض العلماء، ثبوت هذه الصفة صفة العلم اللدني يستلزم ثبوت صفات وكمالات أخرى. يعني بعبارة أخرى، بما أن زينب ثبتت في حقها صفة العلم اللدني، هذا يستلزم ثبوت بعض الكمالات الأخرى من قبيل ماذا؟ العصمة، أن تكون معصومة. لماذا؟ لأن عندها العلم اللدني، لأنها تمتلك العلم اللدني، لأنها عالمة بالعلم اللدني، لازم ذلك أن تثبت لها ماذا؟ العصمة. إذن هي معصومة، ولكن هنا ينبغي أن نبين هذه المسألة. أولا كيف تكون، كيف نثبت العصمة للحوراء زينب؟ بثبوت العلم اللدني. إذا ثبت العلم اللدني لها فتثبت العصمة. كيف؟ بهذا البيان بشكل سريع. الآن ما المراد بالعصمة؟ يعني تعريف العصمة ما هو؟ اختلف العلماء في تفسير المراد من العصمة. قسم من العلماء قالوا بأن العصمة، وهذا مسلك العلامة الطباطبائي على الله مقامه الشريف، فسر العصمة وعرف العصمة بأنها نوع من العلم في أكثر من موطن، تراجعون تفسير العلامة، أنه يفسر العصمة بماذا؟ بالعلم. وهذا ينفعنا في حق الحوراء زينب، إذا كان يفسر العصمة بالعلم فالعلم موجود عند من؟ عند زينب، إذن هي معصومة. هذا أول على مسلك العلامة. المسلك الآخر ومشهور العلماء يقولون ماذا؟ لا، العصمة عندنا هي ملكة نفسانية تمنع صاحبها من ارتكاب المعاصي. هذه العصمة عندنا ملكة نفسانية تمنع صاحبها من ارتكاب الذنوب والمعاصي. حتى على هذا الرأي الثاني، حتى تكون هذه الملكة متواجدة في الإنسان فهي لابد لها من ماذا؟ من العلم، لأن العلم هو الذي يقوم الملكة النفسانية الموجودة في هذا الإنسان. إذن على كلا التعريفين، أن المراد من العصمة أنها علم، أو أن المراد من العصمة بأنها ملكة راسخة في النفس تمنع صاحبها، متقومة بالعلم حتى تصير ملكة عن طريق العلم، إذن كلاهما يؤديان إلى ماذا؟ إلى العلم. إذن العصمة هي نوع من العلم. فإذا قلنا بأن الحوراء زينب علمها علم لدني، يثبت ماذا؟ يثبت العصمة على المسلكين، ثبت العصمة. وهنا نشير إلى هذا المعنى، ربما لا يتبادر إلى ذهن الإنسان، يقول عندما نعبر بأن الحوراء زينب ثبتت لها العصمة عن طريق العلم، يعني هل أن عصمة زينب تشبه عصمة المعصومين الأربعة عشر؟ هل عصمة الحوراء زينب الآن معصومة زينب أو لا؟ معصومة زينب، ولكن هل العصمة الثابتة لزينب تشبه عصمة النبي والزهراء وأمير المؤمنين وأولادهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أو لا؟ الجواب لا، هنا فرق. حتى مع ثبوت العصمة لزينب، إلا أن العصمة الثابتة للمعصومين الأربعة عشر هي كل مراتب العصمة عند المعصومين الأربعة عشر.
ولذلك يقال في حقهم في عصمتهم بالعصمة الكبرى في حق المعصومين الأربعتاش. بينما الحوراء زينب ثبتت لها العصمة ولكن مرتبة من مراتب العصمة، ويقال في حقها بالعصمة الصغرى. إذن زينب ثبتت لها العصمة ولكن العصمة الصغرى التي لا ترقى إلى من؟ إلى الزهراء وإلى الإمام علي وإلى بقية المعصومين عليهم السلام في كل مراتب العصمة. إذن لها مرتبة من مراتب العصمة، بينما كل مراتب العصمة ثابتة في حق مولانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وأولادهم إلى إمامنا الحج عجل الله فرجه الشريف. لا يتبادر إلى ذهن الإنسان أننا عندما نعبر بأن زينب ثبتت لها العصمة أن تكون عصمتها شبيهة بعصمة المعصومين، لا، هي لها العصمة الصغرى، بينما للمعصومين الأربعة عشر العصمة الكبرى، وهو الفرق بين زينب وبين. إذن في نهاية المطاف نثبت العصمة عن طريق ثبوت صفة العلم لمن؟ لزينب عليها. هذا اللازم الأول. الأمر الثاني الذي يستلزم ثبوت العلم اللدني صفة كمالية أخرى، وهي استجابة الدعوة. زينب مستجابة الدعوة، وهنالك الكثير من الشواهد. شاهد الأول ما هي صفة مستجاب الدعوة؟ مو المعصوم مستجاب الدعوة زينب؟ نعم، ما نقول ما وصلت إلى درجة المعصوم في العصمة إلا أنه ببركة ثبوت العلم اللدني زينب مستجابة الدعوة. هذا أنا أنقل عندما أدخلوا زينب إلى الشام إلى مجلس يزيد هذا الطاغية. كان رجل من الشام جالس في مجلس يزيد، التفت إلى إحدى بنات الحسين، التفت قال: يا يزيد هبني هذه الجارية. هذول بنات رسول الله، يقول هبني هذه الجارية. هنا التفتت زينب. زينب كانت المحور واقعا، زينب كانت القيادة عند زينب. التفتت زينب إلى ذلك الرجل، شوف الصلابة. شاهدنا راح أذكره بقضية استجابة الدعاء لزينب. تفتت زينب إلى الرجل قالت له: يا لك على الرجال، قطع الله لسانك وأيبس يديك وأضرم النار فيك، إن أولاد الأنبياء لا يكونون خدمة أو لا يكونوا في خدمة أولاد الأدعياء. يقول الراوي: ما أن انتهت زينب من كلامها إلا واستجيبت دعوة زينب على هذا الرجل عندما قالت: قطع الله لسانك وأيبس يديك وأضرم النار فيك، استجيبت دعوة العورة زينب. فقالت زينب: الحمد لله الذي عجل عليك النار في دار الدنيا قبل دار الآخرة. لأنك تعرضت إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد من الشواهد في استجابة الدعوة لزينب عليه السلام. شاهد، وكثير هي الشواهد. تلك المرأة العجوز معروفة، هذا الذي رمت الحسين بحجر في الشام وأدمت الحسين بأبي وأمي. كان لها قصر يقال له قصر العجوز. لما دخلوا بالسبايا والرؤوس على أسنة الرماح، رأس الحسين، رؤوس أصحاب الحسين، المرأة رأت قالت: هذا رأس من؟ هذه العجوز. قالوا لها: هذا رأس الحسين وتلك رؤوس أصحابه. لما علمت بأنه رأس الحسين قالت: ناولوني حجر. شوف هاي الموجودة بقلبها شنو قالت: فإن أباه قتل أبي وبعلي فناولوها حجر، فصكت جبين مولاكم الحسين وسألت الدماء على شيبة الحسين المبارك.
لما نظرت زينب ما تمالكت نفسها، نادت وأخاه وحسيناه ومحمد. قالت من صنع هذا الأمر بأخي؟ قالوا لها تلك المرأة. فدعت عليها وقالت اللهم اهجم عليها قصر اضرم النار فيها. وفعلا استجيبت دعوة الحوراء زينب. إذن هي مستجابة الدعوة. نعم هي مستجابة الدعوة. هذا اللازم الثاني. اللازم الثالث لثبوت صفة العلم اللدني في حق الحوراء زينب أنها وصلت إلى أعلى درجات الصبر والرضا والشكر لله سبحانه وتعالى. أعلى درجات الصبر تجسدت في زينب، والرضا في زينب، وكذلك الشكر. أما على مستوى الصبر هكذا ينقل على لسان الحوراء زينب أنها قالت سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري. وعلى مستوى مقام الرضا، رضا زينب، أين رضا زينب؟ أنت تعرف وين رضا زينب؟ بالمقام الرضا بقضاء الله وقدره. عندما جدلوا الحسين على بوغاء كربلاء خرجت زينب بأبي وأمي إلى ناحية جسد الحسين. هنا القوم افترق وصنع صماطين، الكل يريد ينظر إلى زينب يشوفون زينب ايش راح تسوي ويا الحسين، شلون تبكي زينب الشماتة. إلى أن جاءت زينب بمرأة من الأعداء تمشي، إلى أن وصلت إلى جسد الحسين، جثت بأبي وأمي على ركبتي ومدت يديها تحت ظهر الحسين، رفعته قليلا تنادي إلهي تقبل منا هذا القربان. الله أكبر. شايف أنت مقام الرضا اللي جسدت زينب وين؟ بكربلة هناك. وبعد وين مقام الشكر؟ أعلى درجات الشكر لله. عندما أدخلت مجلس ابن زياد وقال الدعي لزينب أرأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلة. الله من يتكلم مثل كلام زينب؟ من يجي مثل زينب؟ شالت كل هالمصايب على قلبها، وهي زينب. يوم أخذها الحسين وياه إلى كربلاء يعرف من هي زينب، ويعلم من هي التي سوف تكمل ثورة الحسين. زينب. أكل إيش كثر من مصائب اللي حلت على زينب. والله أهل البيت يبكون لما جرى على زينب. يقال أن أحد العلماء أكد أنه رأى في عالم النوم مولانا الإمام الحجة، رآه في عالم النوم، عالم الرؤية. هذا العالم سأل الإمام قال سيدي أسألك أنت تقرأ في زيارة جدك الحسين لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. هذا العالم يسأل الإمام يقول سيدي أنت على من تبكي بدل الدموع دما؟ بدل الدموع دم، يعني المصاب عظيم. قال أتبكي على مصيبة الأكبر وما جرى على الأكبر يوم عاشوراء؟ أنت تتصور مصيبة الأكبر؟ تمدد الحسين بطوله، الحسين على صراخه يوم عاشوراء ينادي علي على الدنيا بعدك الآخرة. تبكي على مصيبة الأكبر؟ جاوب الإمام. قال الإمام لو كان الأكبر حاضرا لبكى هو بدل الدموع دم. الله. قال سيدي أتبكي على مصيبة العباس وما جرى على العباس أبو فاضل؟
قال الإمام: لو كان العباس حاضرا لبكاه وبدل الدموع دما. قال: سيدي على من تبكي بعد؟ أعظم مصيبة على قلوبنا هزت الكون وارتجت لها الكون وارتج لها الكون هي مصيبة الحسين وما جرى على الحسين. اللي صار على الحسين هذا، وإذا بالإمام يقول له: لو كان الحسين حاضرا لبكى بدل الدموع دما. الله أكبر، سيدي حيرتني على من تبكي بدل الدموع دما. قال: أبكي لما جرى على عمتي زينب. شايف انت مصيبة زينب؟ شايف اللي جرى على زينب؟ المصائب كثيرة التي جرت على زينب بعد مقتل الحسين والعباس. أسألك بالله، ما حال زينب؟ وين بالمعركة زينب؟ يوم سقط العباس على نهر العلقمي، الحسين بوسط الميدان. خل عينك على زينب، وين زينب؟ وين تروح زينب؟ هناك العباس على نهر العلقمي، الحسين بوسط المعركة مجدل بأبي وأمي، وين زينب؟ اسمع على لسان زينب، ها، حتى تعرف وين تروح زينب وين تجي. ما بين الصفا ومروة تسعى بالحجيج الناس، أني زينب صرت أسعى بين حسين. يسعي زينب هناك بكرولة بين الحسين وبين العباس. ما بين الصفا ومروة تسعى بالحجيج الناس، أني زينب صرت أسعى بين حسين. وياه اللي أصد يمه أعاين جثته بلا راس، وقف تنعاهم وأهمل وصيح بصوت: يا ابن أمي مثل ما تفتدي الحجاج تقدم للذبح قربان. اسمع، انا القربان قدمته اخويا المنذبح عطشا. صحت يا ليلة الحادي عشر، يا ليلة الاحزان، ولا واحد وقف يمي وصيح بصوت: يا ابن امي. بعد هالبيت اللي يحج يعود الداره، وانا ما ادري ارجع وين. مر المصرع العباس ومر الجسم اخوه، هنا انظر نحر مقطوع، هناك مقطع الكفين. وقف تنعاهم واهمل وصيح بصوت: يا ابن امي. اي زينب، اي حالة زينب، وهاي مناسك زينب، وهرولة زينب. لكن تعال ويا زينب يوم طلعوها من كربلاء. شلون طلع من كربلاء؟ شلون شلون تتصور زينب تودع الحسين وهي على الناقة؟ جاءوا بركب السبايا إلى أن وصلت ناقة زينب إلى جسد الحسين، إذ بزينب تتمايل على الناقة. الإمام زين العابدين يشوف الحوراء زينب، يقول: عم زينب ما بكي؟ صاير عليك عمك؟ قالت: ابن أخي أريد أنزل من على الناقة أودع أخوي الحسين. وإذا بالإمام يضطرب على الناقة
يقول عم زينب ارحمي ضعف بدني إذا نزلتي لي وداع الحسين فمن يركبك على الناقة. وادعي أخوك الحسين وانت على الناقة، وادعي الحسين. توجهت إلى جسد الحسين تنادي أخي جان، تريدني أنسى وبطل النوح ونيني، اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني، ايام العشت وياك ناغيك وتناغيني. اي محروق قلبها زينب، تقل لأخي والله حيرة اروح ويا الراس واخليك بكربلاء، لا ابقى وياك اخويا الراس ياخذونا. هاي حيرة زينب على لسان زينب. اقرا لك هالابيات، ها ساعدني الله يعودك. تقل متحيرة يا حسين كيف امشي بلياك، مع راسك امشي يا الولي لو اظل ويا اني، لا رحت ويا الراس ظل الجسد مطروح، ظليت ويا الجسد لعد براسك تروح، افراقك يا نور العين والله يذوب الروح، وشلون عنك نمشي واحنا ما دفنا. اني لا اريد تغسيلك يا اخويا نريد شيء ما عدنا احد، وغسلوك شفن من والي يا سور العيال، والميت متواريب قبر غير الرجال، وانا غريبة وانحلت جسمي يتامى. هذي تنادي من العطش فتت شبده وتحكي لي، هذي من العدب صوت ضربها، والشام يا ابن امي يكلفنا دربها، وعندك علم يا حسين ما ترحمنا اعداء. بعد هذا البيت عليك المولي تتحمل يا لا، تقل لي يا ريت سيف اللي ذبحك خمد انفاسي ولا تروح ابو علي، الروح كلنا فداك ابو علي. تقل لي يا ريت سيف اللي ذبحك خمد، اقرأ انفاسي، ويا ريت رمح الشال راسك شال راسي الله يا ما ذله هضم بعدك اقاسي، يا عيشة القشرة يا خويا اللي بلي. قل اخويا لا تقول ما عندك مروه، ولا تقول ضيعت اقرا الاخوه، انا ما خذتني يا حسين قوه، يا شوف الشمر بيا ايش سوى يا زينب، قالت بصوت علمتوني تلوى اكدا. بقيت زينب تبكي الحسين ايام وليالي، تنعى اخي الحسين وما جرى على الحسين، الى ان وصلت الى اخر ايامها وآخر حياتها وهي تبكي الحسين في أرض الشام،
إلى أن فارقت الحياة. صح ونادي ومصيبته وزينب جغزت الحوراء زينب غسلت وكفنت وأدرجت في أثوابها ثم وضعت في نعشها حمل النعش على أكتاف الرجال بالتهليل والتكبير بينما الناس كذلك وإذا بأحد أولاد الحوراء زينب خلف الجنازة ينادي قفوا قليلا هذا ابن زينب علي ريضا يا خلق الله بنعش أم المصايب. أبيات الدعاء واللي عنده حاجة بهالأبيات إن شاء الله تقضى حوائجكم بحق الحوراء زينب. ريضا يا خلق الله بنعش أم المصايب هل بكثر الأحزان من هالراس شايب وبذبح أخوها حسين من هالقلب ذايب عاشت وماتت بالمصايب مفرحة يوم من قبل ما تموت أمي وصتني بوصية ايش هالوصية من قبل ما تموت أمي وصتني بوصية ليه ماتت ودينا عش هالغا درية ويم قبر أخوها حسين ندفنها زكية لكن شبيدي والولي بالأرض معدو بينك يا يما وبين خيك شدي وارحم يخاطب أمه والله بينك يا يما وبين خيك شدي ورحال وما يصير الجنازة على كور الجمال تنشال وما يصير حية وميتة تركبين الجمال يكفيك يوم على الجمال شالت بك القوم واه مصيبة. أسألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك بحق مولانا أمير المؤمنين نقسم عليك إلا ما فرجت عن مرقد الحوراء زينب اللهم وفرج عن زينب وأبعد أيدي الظلم عن مرقد زينب اللهم وأبعد أعداء زينب عن ضريحها المبارك إلهي نقسم عليك أن ترزقنا زيارة زينب وأن ننصب المجلس والعزاء في ضريح زينب إلهي بحق غربتها فرج عنا يا الله فرجا عاجلا غير آجل قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك إلهي شافي كل مريض إلهي فك كل أسير إلهي رد كل غريب
إلهي ارحم كل شهيد، إلهي وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، إلهي من كان طالب حاجة في مجلسنا هذا، نقسم عليك إلا ما قضيتها له إلهي، ومن لم يرزق الذرية بحق زينب إلا ما رزقته وأعطيته يا الله. جماعتي الحاضرين، فضهم اللهم في أنفسهم فردا فردا، لا سيما المؤسسين، وكلكم إن شاء الله مؤسسون. والفاتحة تسبق الصلوات.